أنا كنت ماشي مرة في شارع في مصر الجديدة بجانب كنيسة، كان يوم حد، فسمعت بأذني قسيس الكنيسة، وكان ياما الاحتفال المسلمين بالإسراء والمعراج، والخرافة اللي بيقولوها المسلمين إن النبي بتاعهم طلع على راح السماء أو اللي راح في ليلة ورجع تاني، كلام ما يصحش يتقال. طب افرض إن عقيدتنا كده، طب ده كلام يتقال؟ ما انا عايز اقول لك ان انت بتقول الجن مثال، فانا بديك مثال انا سامعه. لولا ان فضيلتك بتقول لي انك سمعت كنت اقول ان الكلام ده ما حصلش. لا. لكن ما انا بقول ان فضيلتك بتقول. فانا هقول لك ده موجود. كان يعني ممكن جنابك تقابل هذا القسيس. ليه لا؟ ده الان الان يا جناب الحب، الان هذا القسيس في اطار الود والحب. وهو الوقت اللي احنا كنا بنتكلم، انا بطالب فضيله الدكتور فوزي الزفزاف وبطالب بقيه العلماء انهم ايضا يعني انهم يتعاملوا مع افكار التطرف، ولكن ايضا اطالبك بنفس القدر ان تتعامل مع افكار التطرف. انا النموذج ده بسمع عنه دلوقتي بس، لكن انا ما شفتوش. ماذا تقول عنه؟ اذا كان فضيله الدكتور، اذا كان هذا النموذج صح يبقى مرفوض من المسيحيه تدعو للعملي. احنا نشوف مين القسيس ده ونكلمه. هيقول لحضرتك فضيلة الدكتور ويتكلم معاه.